لكن قبل ما اتكلم عن ابرز ارقام واحصائيات المباراه لازم استرجع مع حضراتكم التاريخ. عايز اعرف لحضراتكم مدى اهميه قطاع الناشئين بالنادي الاهلي على مر السنين والاجيال. دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي هو الممول الرئيسي للفريق الاول بالنادي الاهلي. هو الممول الرئيسي لمنتخبات مصر الناشئين والشباب والاولمبي وكمان المنتخب الاول. فعلا عندنا في قطاع الناشئين منجم ذهب على مر السنين والاجيال. وعايز استرجع مع حضراتكم اسماء كبيره في الكره المصريه وناس عظام في النادي الاهلي خرجوا من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. لو شفنا فتره الستينات والسبعينيات والثمانينات والتسعينات والالفيه الجديده هنلاقي اسماء كبيره فعلا خرجت. زي الراحل العظيم الكابتن صالح سليم، كابتن طارق سليم، كابتن طه اسماعيل، كابتن محمود الخطيب، كابتن عزيز عبد الشافي، كابتن مصطفى يونس، كابتن ثابت البطل، كابتن اكرامي، كابتن علاء ميهوب، كابتن علاء عبد الصادق، كابتن احمد بلال، حسام غالي، عماد متعب، اسماء كتير ونجوم كتير. ولو شفنا دلوقتي في الفريق الاول بالنادي الاهلي وانا شخصيا ببقى سعيد لما بكون موجود وبحلل مباريات في قناه النادي الاهلي وبلاقي عدد كبير من الولاد اللي خرجت من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ببقى سعيد جدا لما الاقي محمد الشناوي موجود في الملعب وشريف اكرامي، سعد سمير، رامي ربيعه، اسلام محارب، ناصر ماهر، كريم ندفد، اسماء كتير مش عايز انسى حد فيهم، وهشام محمد، لعيبه ما شاء الله. دايما قطاع الناشئين بالنادي الاهلي هو الممول الرئيسي زي ما اقول لحضراتكم لكل منتخبات مصر ناشئين وشباب اولمبي منتخب اول، وكمان ممول رئيسي الفريق الاول، وكمان ممول لكل الانديه في الدوري الممتاز.